آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أردت شرح طريقة التغيير من النظام الثنائي إلى النظام السادس عشر، ومن النظام السادس عشر إلى النظام الثنائي في هذا الفيديو. مثلا يكون لدينا هذا الرقم 0101001 في النظام الثنائي، أريد تحويله إلى النظام السادس عشر. أقوم بتقسيم هذه الأرقام إلى أربع أقوم بتقسيم هذه الأرقام إلى مجموعات، كل مجموعة تحتوي على أربع أرقام، فلتكون لدينا 1 و0 و1 و1، هي أربع، و0 و1 و0 3. أقوم بإضافة الصفر لكي تصبح أربعة أرقام أخرى. ثم بعدها نقوم بالترقيم بالمضاعفات من 1 إلى 8، يعني 1 2 4 8، والمجموعة الأخرى 1 2 4 8. أقوم بالجداء، الواحد في الواحد أتحصل على 1، 0 في الـ2 0، والواحد في الأربعة 4، والواحد في الثمانية 8، الواحد في الصفر 0، الـ2 في الـ1 2، 0 0، هنا 2، وهنا 8 زائد 4 12، والـ1 13. لا أقوم بكتابة 13 لأن في النظام السداسي في النظام السادس عشر يكون لدينا 0 و1 و2 و3 4 5 6 7 8 9. من 9 لا أكتب 10، تبدأ الأ بي سي دي و اف. من 9 لا أكتب 10، أكتب أ بي سي دي و اف، فتحصل على النظام السادس عشر. فأكتب هنا 9 10 11 12 13، أكتب هنا دي 2 دي، هي في النظام السادس عشر، هذا هو الرقم في النظام السادس عشر. كيف أحول من النظام السادس عشر إلى النظام الثنائي؟ كيف أعود هكذا؟ مثلا لو أعطاني هذا الرقم فقال لي قم بتغييره إلى النظام الثنائي. نأتي بالعدد الحقيقي لهذه 2 13، أكتب الـ2 هنا، أكتب 13 هنا، ثم أقوم بالترقيم من 1 إلى 8 بالمضاعفات، 1 2 4 8. ما هي الأرقام التي أقوم بجمعها من هذه المجموعة لكي أتحصل على 13؟ 8 والـ2 8 والـ4 والـ1 فقط، أضع فوقها 1 1 1، أما الـ2 فهي لا تعنيني في هذا الحساب فأضع فوقها 0. أما هنا ما هي الأرقام التي أقوم بجمعها لأتحصل على الرقم 2؟ هي الـ2 فقط، فأضع 0 0 0 وفوق الـ2 1، فيكون هذا هو الرقم في النظام الثنائي. الصفر الزائد هذا لا معنى له، أستطيع عدم كتابة الصفر هذا أصلا، فيكون هذا هو التحويل من النظام السادس عشر إلى النظام الثنائي.